تكون بمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحب السنة؟ نتعلم، لابد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم السنة، نعمل بها، ندعو إليها، نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، نهر الكوثر وغيره، فصل لربك وانحر، أي اجعل أعمالك البدنية وأعمالك المالية لله، فصل لربك وانحر، إن شانئك، أي مبغضك، هو الأبتر المقطوع له عضو، لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له أثر ويبقى له ذكر. الآن نقول مثلا، قال الإمام أحمد، قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، يبقى لهم ذكر ويبقى لهم ثناء. طيب أين الذين تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى لهم ذكر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فيأتي الإنسان الواحد منا عندما يستيقظ من نومه يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يدخل إلى المسجد، يخرج من المنزل، يأتي يريد يدخل دورة المياه مثلا، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقدم الرجل اليسرى، وعندما يخرج يقدم اليمنى ويقول غفرانك. هو الآن يعمل بهذا، يعمل بالذي قد ادعاه، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وادعى أناس محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الميزان الذي يمكن أن نزن ما عليه الناس اليوم، لأنه كثير من الناس يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الميزان هو هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يبتدع مثلا، يبتدع في دين الله، الذي يبتدع في دين الله، هل هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: من زعم، يعني كاذب، أن في الإسلام بدعة يراها حسنة، لأنه لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الأمانة، ولو زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة هذا كفر أكبر. قال: اقرأوا إن شئتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كمل، لم يبقى معنا إلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. يوم القيامة بعد أن يلجم العرق الناس إلجاما وتدنو منهم الشمس، يحتاج الناس إلى الشرب قبل المرور على الصراط. فمن الأمور التي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، لونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيأتي الناس يحتاج الآن إلى شرب بعد أن تدنو منهم الشمس، فيأتي الناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد يذاد عن هذا الحوض أقواما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما معنى هذا؟ أي أن الذي يبتدع في دين الله
في الدنيا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء من جنس العمل، يبعد هنا من الحوض. والذي يشرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنها، الثمر الشرب من هذا الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم من فضله يا رب. فكيف بعد هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم نزلت، في كتاب الله نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر لكعب الأحبار: ما هذه الآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قد نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة، يعني اجتمع عيد الجمعة وعيد عرفة في هذا اليوم. إذن هذا الدين كمل، ولا يستطيع أحد أن يضيف لهذا الدين شيئا. فماذا نصنع؟ نصنع نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسمع في هذه الأيام أشياء من البدع كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. هذا يقول قول، هذا يقول قول. لو جاءنا إنسان الآن مثلا وقال للإمام: لماذا لا نصلي العصر 5 ركعات، تزيد لنا ركعة جزاك الله خيرا، ونقرأ في هذه الفاتحة والركوع والرفع والسجود والجلوس، ها نزيد؟ نقول: ولا إشكال، 5 ركعات أو 6 ركعات، صحيح؟ نعم. سبحان الله، لماذا؟ هل يعاقبني الله سبحانه وتعالى على الصلاة؟ لا والله. إذن نزيد الأشكال 8 ركعات نجل العصر، لا، يعاقب الله سبحانه وتعالى على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما يمكن أن نزيد. قالوا: الزائد أخو الناقص. جاء أناس إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، فرجعوا وقال واحد منهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قاله، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لأننا نقول وأشهد أن محمدا عبده، يعني أعبد الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن يأتي بكل العبادات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون في عملنا نقص عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن نأتي بكل العبادات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي طريقتي فليس مني. والبراءة منه تقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. البدعة لو تنظر إليها كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، تنظر إليها من جانب تجد لها أصل، وتنظر إليها من جانب آخر إذا
لو عندما تنظر إلى البدعة، يقول الشاطبي رحمه الله، تنظر إليها من جانب تظن أن لها أصل في الكتاب والسنة، وعندما تنظر إليها من جانب آخر تجد أنها مخالفة، كما ذكرنا في زيادة ركعة مثلا في صلاة العصر أو في أي صلاة. وبعض الناس يقول ما المانع أن نزيد، ما المانع أن نزيد؟ نقول المانع هذا الذي يريد الزيادة كأنه مشرع، يريد أن يأتي بدين غير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. أول شرك حدث في الأرض بماذا؟ بشبهة الغلو في الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا صنعوا في أول الأمر؟ ابتدعوا، صوروا تماثيلهم، صوروا تماثيل للعلماء حتى يتذكروا ما كان عليه العلماء، صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن انظر إلى البدعة في أول الأمر، أدت في آخر الأمر إلى الشرك الأكبر. بعض الناس تقول له الآن عندما تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لا يجوز أن تضيف والشكر. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عطس مثلا يقول الحمد لله، لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نقول هذه بدعة. إذن لو سرنا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح لكنا على خير، لأن البدعة، ارتكاب البدعة يصد عن سنة. قال البعض لا، هناك بدعة حسنة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول طيب، كيف نعرف أنها سنة حسنة أو سنة سيئة؟ بالعقل؟ لو بالعقل صرنا مثل إبليس، لأنه قدم العقل على النقل. كيف نعرف أن هذه سنة حسنة وسنة سيئة؟ بالشرع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من سن في الإسلام، سبب ورود هذا الحديث ما هو؟ أن جماعة من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة والحاجة دخل إلى منزله ولم يجد شيئا وخرج وبدأ يخطب في الناس، وقال تصدق رجل من درهمه من صاع بره من صاع شعيره. الصدقة بدعة أو سنة؟ إذن سبب ورود الحديث الصدقة، فجاء رجل وضع عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام أو شيئا من اللباس، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام. إذن هذا الرجل ماذا صنع؟ بادر إلى الصدقة ثم بادر الناس. إذن هذا أمر مشروع أو ممنوع؟ سنة حسنة من الشريعة. أما ما يصنع بعض الناس من المولد النبوي مثلا، يقول هذا المولد أمر مطلوب. سبحان الله، من أين لنا، من أين جاءنا هذا المولد النبوي؟ من الدولة الفاطمية الكافرة. هل صنع هذا المولد الصحابة التابعين أتباع التابعين؟ لا والله. طيب نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟
تكون على وفق الشريعة لا على خلاف الشريعة. ثم عيد الميلاد من أين أتى؟ من الكفار. ثم لماذا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا؟ لماذا لا تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم وتعمل وتدعو في كل يوم؟ لماذا تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا في السنة وتخصص هذا اليوم بأعمال وبدع وخرافات؟ هل هذه محبة؟ لا والله، المحبة الحقيقية تكون بالاتباع لا بالابتداع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.